السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. سلام عليكم. سلام عليكم. اسمحوا لي بس قبل ما نبدأ ان احنا من فضلكم يعني نقف دقيقة احداد على ابنائنا اللي فقدوا في ليبيا، فنقف دقيقة احداد لو سمحتوا. تفضلوا استريحوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم في لؤلؤة الصعيد أرض الجمال والبركة. أهلا بحضراتكم في محافظة بني سويف، واللي كانت من أوائل محافظات الصعيد اللي ليها نصيب كبير في المرحلة الأولى من مشروع القرن لبلدنا حياة كريمة. الحقيقة جهد كبير جدا يتعمل في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وطبعاً البنية التحتية. كل ده كان بإيدين جدعانها وناسها اللي هم رسملها الحقيقي، أهل الصعيد، أهل الشهامة والكرم والأصالة، واللي كلمة مستحيل عمرها ما كانت في قاموسهم. احنا ما عندناش حاجه اسمها مستحيل. من يوم ما ربنا خلق الدنيا والصعيد موجود، النيل كان كلمه السر، شق في الارض طريق للحياه، وصعيده وادي النيل اهل كرم، ما بخلوش بنقطه عرق واحده، جدعان متاصلين بحب مصر. عن تاريخ الصعيد قول ما بدالك والكل هيقول لك تعظيم سلام. من هنا بدا التاريخ وهنا بيكمل الانجاز. والله يعني الصعايده اجدع ناس. جدعان بصحيح. الصعيد بلد رجاله. اكتر من 4000 مشروع على مدار 9 سنين خلوا الصعيد سعيد، وعوضوا اهل الصعيد بعض الصبر خير. التطوير في المدينة تم في مجالات كتير. بني سويف اتنقلت 180 درجة. امتد تطوير عمراني، تطوير صناعي، تطوير ثقافي حتى على المستوى الثقافي. غيرت الدنيا كلها، خلتها زي النبي. احنا ما كناش بنعرف نمشي عليه. يمكن لأول مرة في الصعيد. أغلب الشباب كان بيسافر خارج بني سويف عشان يشتغل. أصبحت النهاردة فرص العمل متاحة. احنا ما عندناش حاجة اسمها مستحيل. في بني سويف لؤلؤة الصعيد الحال هنا تبدل. المشروعات في كل مكان، بيوت كتير اتفتحت على حس كل مشروع، والكل بيعيش حياة كريمة. حياة كريمة دي الأمل، الأمل في كل حاجة والله. حياة كريمة خلت الدنيا كلها زي الفل والله، الدنيا اتبنت كلها وبقى زي الفل يعني. لا حياة كريمة عملت مشاريع حلوة يعني، جددت الكهرباء والمية و... حياة كريمة غيرت البلد خالص. أحسن مشروع عمله الرئيس. في 5 أحياء سكنية بيعيش آلاف من أهالي بني سويف في وحدات مناسبة لكل الفئات، بيستمتعوا فيها بكل الخدمات. ده غير هدية غالية لأهل المحافظة، جامعة بني سويف الأهلية، اللي بتضم برامج تعليمية جديدة ومختلفة. حقيقي الجامعة على أعلى مستوى، جودة التعليم أحسن، والدكاترة هنا بصراحة على أعلى مستوى. في كل الكليات موجودة، طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، صيدلة، تقريبا كل الكليات دلوقتي بقت متاحه يعني. جاي من المنصوره لبني سويف، فطبعا واخد فكره ان بني سويف صعيد، فمش هلاقي عندها حاجات متطوره، بس لما جيت هنا اختلفت وجهه النظر في اي حد قال كده. حتى انه بقى عادي تنزل الصعيد تلاقي مستشفيات ومراكز طبيه عالميه في اهناسيا، عاصمه من عواصم مصر القديمة. اتأسس صرح طبي عالمي يليق باسم وعظمة إهناسيا القديمة. المستشفى بصراحة صرح طبي عالمي على أعلى مستوى.
كل حاجه انا متوفره في المستشفى، العلاج، تامين صحي. دلوقتي دخل في سيبابات كتير جدا في الحضانه، في اجهزه تنفس صناعي اللي هي الفنت، ودي طبعا ما كانتش موجوده قبل كده. يعني بنشكر سياده الرئيس على الاهتمام الملحوظ بالنسبه للصعيد واهتمامه بالصناعه في الصعيد، وفر عماله غير عاديه في الصعيد. كثره المصانع في الصعيد عامه، وان الصعيد مهمل من زمان، ما حدش بيبص له بصه ايجابيه الا في الفتره الاخيره دي. ده غير ان كان فيه اهتمام بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي علشان نعوض اهمال سنين عانت فيهم بني سويف زيها زي باقي محافظات الصعيد. مع كل طلعة شمس سحر بني سويف بيزيد، ضحكة من القلب وكوباية شاي مظبوطة. نورتونا وشرفتونا في مدينة بني سويف الجديدة. تعالوا عندنا تشرفونا. والله انتوا نورتونا هنا في بني سويف، وبإذن الله يعني ما تحسوش ان انتوا غرب عن بني سويف. نورتوا الدنيا كلها، والله نورتوا بني سويف الدنيا كلها. شرفتونا وأنستونا في بني سويف. أنستينا وشرفتونا يا جماعة. أهلا بكم في مدينة بني سويف الجديدة، انتوا نورتونا. نورتوا بني سويف، لؤلؤة الصعيد. نورتونا. نورتوا بني سويف. نورتنا يا ريس في بني سويف. شكرا يا ريس. اهلا وسهلا بيك يا ريس، نورت بني سويف. نورت بني سويف يا ريس. التنمية مش هدف قومي، التنمية هدف إنساني، لأننا جينا الدنيا مخلوقين لإعمار الأرض. التنمية بصمة بنسيبها لأجيال جاية كتير. التنمية استثمار عمره أبدا ما يخسر. التنمية هدفها حياة كريمة لكل مصري ومصرية عايشين على أرض مصر. بنا أننا النهاردة موجودين وسط أهالينا، أهالي بني سويف، وجود حضرتك يا ريس بنستأذنك في افتتاح عدد من مشروعات التنموية في المحافظة. البداية من مجمع مصانع الرواد، المهندس جورج محروس، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرواد. تفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. مهندس جورج محروس، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرواد. مستر طه الجمال والعاملين بكل مجموعة الرواد بيشكروا فخامتك يا فندم على تشريفك للافتتاح. مجموعة الرواد يا فندم بدأت بإنشاء مصانعها لإنتاج الهاي دينستي بولي إسيلين لغاية 1200 ملي، اللي ساهمت في المشروعات الكبرى لزراعة القمح زي توشكا والدلتا الجديدة والضبعة والعوينات، وكمان أنتجت مواسير الغاز الرئيسية والفرعية عشان تساهم في حياة كريمة بشكل قوي. وبشر فخامتك يا فندم إن احنا كنا استباقيين وخدنا أكبر شهادة من أوروبا لإنتاج المواسير النقل الهيدروجين الأخضر عشان نواكب التطور اللي جاي. ومن رحم الرواد والبحث والتطوير الفريق اللي موجود هناك بقوة، فكرنا في إنشاء المجمع، مجمع رياض الاصطناعات التكميلية اللي بيشرف بافتتاح سيادتكم النهاردة. وقعدنا نفكر المواسير بعدها في قطع بنستوردها من بره، فعملنا اول مصنع للحقن بينتج القطع الهاي دينستي بولي اسيلين بشكل قوي جدا. وكمان يا فندم هننتج النوزل بتاعت البيفوت الفواني اللي بنزرع عليها القمح في بلدنا الحلوه. والمصنع الثاني يا فندم هو مصنع لانتاج المايكرو داكت، هو الكوندوت بتاع الاشاره او الجرابات الناقله للطاقه، وده احنا كنا بنستورد من اكتر من 4 بلاد يا فندم. وفعلا بدأنا وأنشأنا المصنع. وببشر حضرتك كمان يا فندم إن قبل نهاية العام هتوصل الطاقة الإنتاجية لثلاث أضعاف. البشرة هي إن خطوط الإنتاج هتصنع جوه الرواد بمكون محلي قد يصل إلى 65%. المصنع الثالث يا فندم هو مصنع لإنتاج اليو بي في سي بايبس، المواسير عشان حياة كريمة، من 32 ملي لغاية 800 ملي بطاقة إنتاجية 1800 طن، وإن شاء الله تتضاعف الطاقة في الربع الثاني من السنة القادمة. واحنا بنبني المجمع هنا يا فندم كنا بنبني الكوادر كمان في الرواد في العاشر عشان يجوا يبقوا هم النواه هنا، ولما جم هنا علموا اخواتهم في بني سويف. ومن هنا كمان يا فندم فكرنا ان لازم يبقى في اكاديميه للتعليم المهني لصناعه البلاستيك والباكجينج. وتواصل معانا ناس من المجتمع المدني زي ابدا، وهنكمل معاهم ان شاء الله. لكن احنا طالبين طبعا يا فندم دعم حكومي ومجتمعي تاني عشان نعمل مصانع للتدريب جوه الاكاديميه ويحصل روتيشن، عشان مش نصدر برودكت بس، نصدر كمان كوادر محترمه موجوده. شكرا لفخامتك الافتتاح يا فندم.
مهندسة ناهد شعبان ربيع الأرناؤوطي، مهندس إشراف على أعمال التركيبات الميكانيكية بمحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. في البداية بنرحب بسيادتك يا فندم، شرفتونا ونورتونا في محافظة بني سويف. نستأذن سيادتك يا ريس في افتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة. طاقة المحطة 52 ألف متر مكعب في اليوم، متقسمة إلى 4 مراحل، طاقة كل مرحلة 13 ألف متر مكعب في اليوم. المحطة يا فندم بتخدم 160 ألف مواطن سكان مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى 30 ألف مواطن المترددين على المدينة من طلبة الجامعات وعمال المصانع. المحطة عندنا 4 مراحل، تم تأهيل المرحلتين 1 و2 وتصميم وتنفيذ المرحلتين 3 و4. لو تسمح لي يا ريس أشرح سريعا عملية المعالجة اللي بتتم على المية من أول ما بتدخل عندي محطة المعالجة لغاية لما برجع أستعملها مرة تانية. أنا عندي في البداية المية بتدخل على وحدة المداخل، بتتوزع على ال4 مراحل اللي موجودين في المحطة، فبتمر المية من وحدة المداخل إلى أحواض الترصيب الابتدائي، ثم إلى أحواض التهوية، ثم إلى أحواض الترصيب النهائي، ثم إلى أحواض التلامس. أحواض التلامس إحنا بنحقن كلور عشان نتخلص من أي بكتيريا موجودة في المية. بعد كده بنرفع المية لمحطة الرفع، المحطة الثلاثية. المحطة الثلاثية أنا بعالج حالياً 12 ألف متر مكعب في اليوم، بعالجهم ثلاثي. المية اللي إحنا بنعالجها ثلاثي بنستخدمها لري المسطحات الخضراء الموجودة بالمدينة. شكراً يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور حسن يا فندم، رئيس جامعة بني سويف. فخامة الرئيس، إنه لشرف ومصدر سعادة لإقليم شمال الصعيد وجامعة بني سويف أن تشرف بافتتاح فخامتكم للجامعة الأهلية الوليدة اليوم. جامعة بني سويف الأهلية هي إحدى الجامعات الأهلية 16 التي أنشأت بقرار وتوجيه ودعم ورعاية فخامتكم في معظم محافظات الجمهورية. ويتشرف إقليم شمال الصعيد إنه ضمن أولويات اهتمام فخامتكم، متمثلاً في وجود روافد التعليم العالي المختلفة به من جامعات ومعاهد حكومية، جامعات ومعاهد خاصة، جامعات تكنولوجية، وجامعات أهلية. تتميز جامعة بني سويف الأهلية ببرامجها البينية الفريدة والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ورؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة، كبرنامج تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء، برنامج الأمن السيبرالي، الذكاء الاصطناعي، الإعلام الرقمي، علم النفس الإكلينيكي، الطاقة المتجددة والمستدامة. بدأ العمل في إنشاء جامعة بني سويف في فبراير 2021، وشيدت الجامعة الأهلية على مساحة 40 فدان بتكلفة إنشائية حوالي 3.7 مليار جنيه مصري. وتتكون الجامعة من 11 مبنى، مبنى إداري، 6 مباني أكاديمية وتعليمية، 3 مباني ورش ومعامل في التخصصات المختلفة، ومبنى امتداد مستقبلي. تم قبول الدفعة الأولى في أكتوبر 2022 في 10 كليات و15 برنامج بيني متميز، وكان عدد الطلاب 2850. وفي هذا العام الدراسي والذي يشهد اليوم على أيدي فخامتكم افتتاحها الرسمي، سوف يتم قبول 4000 طالب في 12 كلية و19 برنامج متميز بيني. دمتم لنا فخامة الرئيس، ودمتم لمصرنا الحبيبة. أي أوامر يا فندم؟ مساء الخير يا فندم. برحب بسيادتك والسادة الوزراء والحضور،
انا دكتور عبد الله اسامه عبد الله، مدير مستشفى اهناسيا التابعه لوزاره الصحه، امانه المراكز الطبيه المتخصصه. احنا دلوقتي قدام صرح طبي عظيم بيعكس اهتمام الدوله بالتنميه في جميع المجالات وفي جميع المحافظات، واتجاه الدوله لتقديم خدمه طبيه متميزه خاصه في الصعيد. المستشفى يا فندم على مساحه 16800 متر، مستغل منها 6600 متر، عباره عن 6 مباني. المبنى الرئيسي 3 ادوار، الدور الارضي عباره عن عيادات خارجيه واستقبال طوارئ واشعه وخدمات مستشفى، الدور الثاني عباره عن غسيل كلوي وقسم النساء والتوليد والحضانات والاطفال ورعايه الاطفال والمعمل وقاع التدريب، في الدور الثالث عباره عن اقامه تخصصات مختلفه 70 سرير، 5 غرف عمليات كبرى مجهزه باحدث الاجهزه، رعايه مركزه ورعايه متوسطه وقسم اداري. المستشفى كمان فيها مدرسه تمريض بتخرج كوادر تمريضيه متميزه لخدمه المستشفى والمستشفيات المجاوره. اجمالي اسره المستشفى 174 سرير، منهم 38 سرير غسيل كلوي و18 سرير رعايه. باكد لحضرتك يا فندم ان احنا فعلنا المبادرات الرئاسيه في مجالات الصحه 100 مليون صحه، فعلنا مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الكبرى، مبادرة تنظيم الأسرة، مبادرة الكشف عن الفيروسات الكبدية، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عند المولودين. المبادرات يا فندم كان لها أثر إيجابي جدا على المواطن في الجانب العلاجي والوقائي. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك سيادة الرئيس، عشان دايما بتعودنا نتجمع كعيلة واحدة، ايدينا في ايد بعض، كتف في كتف، قدام اي تحدي قادرين نحوله لانجاز حقيقي لبلادنا. شكرا لحضرتك يا فندم، ونستأذنك في بدء مأدوبة الغداء. شكرا. تفضلوا 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 لو سمحت. تفضل رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. هم استعجلوا عليكم شوية، معلش مشكلة، يعني استعجلوا عليكم، لسه في فرصة يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهالينا الكرام بمحافظة بني سويف، الشعب المصري العظيم، أستهل حديثي إليكم اليوم في هذا الجمع العظيم من أبناء صعيدنا الغالي، بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة ووطن قوي. تلك التحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية. وأؤكد لكم جميعا بأن يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار. تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل بإذن الله بالعزيمة والإرادة. الشعب المصري الكريم، أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة أنني أقدر تماماً حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أؤكد لكم
أننا لم ندخر جهدا لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة، وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي، إيماناً مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالة على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع. ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه، ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات. كما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري. وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقراً. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يظل المواطن المصري هو بطل روايتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى. وظل المصريون كل المصريين في وجداني وضميري أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم. لذلك فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن هي القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها، ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجاً هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي. وأحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي: أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً،
رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعاً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة أو المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد وغرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة. شعب مصر العظيم، ستظل مصرنا الغالية العزيزة هي نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها وسواعدهم لبنائها وأحلامهم لقوتها وعزتها، وستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا ووحدتنا، هي ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا وإشرافه وإشراقة مستقبلنا. وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر، وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر وخبره، وبنا جميعا إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا بس يعني هي الكلمة كده خلصت يعني، لكن أنا عايز أقول للمصريين كلمة مهمة قوي ليكم جميعا. يعني لا شك إن الظروف زي ما قلت في الكلمة بتاعتي إن الظروف صعبة، صحيح، بس خلي بالكم يعني مش خلي بالكم يعني انتبهوا على حاجة، لا لا، أقصد خلي بالكم إن إحنا كلنا نفكر إن إحنا بقالنا دلوقتي أربع سنين في ظروف صعبة جدا. سنتين منهم الدنيا كلها في العالم كله كان عشان موضوع الكوفيد كورونا اللي حصل ده، وسلاسل الإمداد اتغيرت أو اتأثرت تأثر كبير، والعالم كله توقف والاقتصاد كله توقف، لكن احنا ما توقفناش واستمرنا في عملنا عشان احنا ورانا برنامج ومشروع كبير قوي وحلم كبير قوي شغالين فيه. وعدوا السنتين وكنا بنأمل ان احنا بعد كده تبقى الامور احسن، ولكن جت ازمه تانية كبيره وكان ليها تاثير كبير. وانا هفكركم ان احنا يعني حاولنا بظروفنا اللي احنا الاقتصاديه الصعبه دي، اللي انا بقول فيها لكم ان افتكروا كويس ان احنا لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي في 2016 كنا بنقول إن دي هتنطلق بينا بنجاحنا فيها إن شاء الله لآفاق أفضل، وده اللي تحقق بالفعل. لو تفتكروا إن إحنا كان معدلات النمو للناتج المحلي، معدلات النمو كانت متقدمة جدا، وصلت لـ 5.6 و5.8
وكنا بنأمل في أكتر من كده. الحقيقة زي ما قلت الأزمتين دول واللي منهم أزمة ما زالت يعني مستمرة حتى الآن. بس عايز أقول لكم حاجة، إحنا بنتكلم في كل سنة في تقريباً يعني مش عايز أقول أرقام بس يمكن يكون رقم يكون يخلينا ننتبه قد إيه الأزمة اللي موجودة دي برة لها تأثير علينا. إحنا بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة، ويمكن أنتوا شايفين ده كان ليه تأثير لارتفاع أسعارهم وزيت الطعام خلال الفترة ديت، تأثير كبير. إحنا حاولنا بقدر الإمكان كدولة إن الأسعار دي ما تنعكسش جامد قوي أو بقوة على الناس وتمثل الثمن الحقيقي بتاعها. أنا بتكلم في 10 مليون طن قمح، لو الطن الواحد زاد 100 دولار انتوا احنا بنتكلم في ارقام كبيره قوي المفروض ان احنا نجيب بيها عشان يبقى رغيف الخبز ده موجود. انا بقول الكلام ده لكم ليه؟ لان طبعا لما بقول ان انا منكم وحاسس بيكم هو كلام مش كلام لطيف مني بقوله للناس في مصر عشان اطمنهم ان انا معاهم، لا، ما تنسوش ان انا يعني انسان مصري بسيط عشت عمري كله انسان زيكم كده، بس ربنا أراد إن أنا بكون موجود في المكان ده، هو ربنا اللي أراد بس، وبالتالي أنا مش بعيد عنكم يعني عايز أقول لكم أنا مش بعيد خالص عن الحال بتاع الناس. ربنا يبارك فيكم، بس خليني أقول الكلمتين دول لأن أنا مش بقولهم لكم أنتوا بس. وبالمناسبة أنا خلوني بس أرجع أقول إيه، يعني أنا لما بقول أنا حاسس ومنتبه، طب أنتوا فاكرين إن أنا لو في فرصة أكتر من كده، والله لو في فرصة أكتر من كده ما هنتأخر أبدا، ما حدش بيجيب حاجة من جيبه، ما حدش أيوة والله ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيك. لكن أقصد أقول هي في النهاية بمحاولة مننا إن إحنا نخفف ما أمكن عن ده، عن التحدي والصعوبات اللي بيعيش فيها الناس كلهم. موقف المصريين مقدر قوي والله، يعني أنا بقول لكم إن تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا أنا شخصيا، في جبر خاطر كبير جدا، وانا ما بقولش كلام يعني انا عارف ان الظروف صعبه، عارف يعني، وعارف ان الناس تبقى مستحمله وساكته ده كتير، بس اللي انا عايز اطمنكم عليه ان احنا مش سايبين حاجه نقدر نعملها وما بنعملهاش. ويعني لما بقول الكلام دوت مش هقول الإعلام يقول أو ما يقولش، لكن عايز أقول لكم إن إحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة. إحنا بنتكلم في 3-4 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة. إحنا بدأنا البرنامج ده من حوالي 3 سنين، غير طبعاً برنامج الريف المصري اللي كان تقريباً 1.5 مليون فدان، لكن احنا ما سكتناش على كده واشتغلنا ايضا عشان ندخل او يبقى في اراضي زراعيه اخرى تساهم مساهمه كبيره في حاجتين، انها توفر فرص عمل للناس لشبابنا. ولما بنتكلم على 3 مليون فدان احنا بنقول لو كل فدان هياخد يعني نص فرد يعني كل فدانين بانسان على مدار العام، احنا بنتكلم كده في 1.5 مليون انسان شاب يعني. الهدف من ده توفير فرص عمل، ده هدف اولاني، ثم ان احنا يبقى في انتاج من هذه الاراضي يخفف من فاتوره الاستيراد اللي احنا بنجيبها. احنا بالمناسبه احنا بنجيب الحاجه بنستوردها بالدولار لكن بنبيعها للناس بالجنيه طبعا، لكن مطلوب ان الدولة توفر الدولار وتجيب الحاجة ديت.
الكلام ده مش بس بينطبق على المواد الغذائية، لا، على أي مستلزمات إحنا بنجيبها بتبقى مطلوب إنها تتجاب بالعملة الحرة. نقطة كمان مهمة تعرفوها، إن كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جدا، تكلفته علينا بالمليارات سنويا. ناس كتير قالت يعني انتوا موضوع الكهرباء، وانا بكلمكم بمنتهى الصراحة انا مش متعود اخبي عليكم حاجة. هو احنا عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء اللي احنا عايزينها وزيادة؟ اه طبعا، بزيادة قوي كمان. طب ما ايه الحكاية؟ احنا عاملين موازنة على ان احنا نقدر نوفر الغاز والبترول على رقم معين، يعني كانت الموازنة 65، مش كده يا دكتور؟ 65 دولار للبرميل. طب لما يبقى 70؟ طب لما يبقى 75؟ طب لما يبقى 80؟ طب دلوقتي لو 90؟ الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها مش بنقول انها أزمة وما ليها تأثير كده، لا، بنقول ان هي ليها انعكاس على أسعار كتير احنا من الحاجات اللي احنا بنجيبها. حد يقول لي طب ما احنا يعني بننتج غاز، ده من فضل ربنا ان احنا بننتج غاز، ده لو ما كانش عندنا انتاج غاز احنا كانت المشكلة هتبقى كبيرة قوي. وانا بكلمكم بكل صراحة، وبرضه هقول لكم تاني، طب انا لما اكون عامل موازنة على ان سعر برميل البترول يبقى 65 دولار 70 دولار حتى 80، طب لما يبقى 90؟ فانا بضطر ان انا، طب هل النهارده حسيته بفضل الله سبحانه وتعالى ان مثلا حجم العربيات اللي موجود في مصر، احنا بنتكلم في 10 مليون عربية، 10 مليون عربية، مطلوب ان حضرتك او حضرتك تخش محطة الوقود تجد طلبك بنزين او غاز او سولار، تلاقي ده. احنا بنتكلم في دولة فيها 105 مليون، 105 مليون، وزي ما قلت في ضيوف 9 مليون. يا ترى احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مستوعبينهم في مصر؟ طب احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى سترها علينا؟ انا على المستوى الشخصي حاسس ان ربنا سترها علينا، فارجو ان انتوا تقبلوا يعني شرحي ده وحجتي دي في ان الظروف صعبه، وبشكركم جدا على يعني الصبر والتحمل، ونقول يا رب ان هو يعيننا كلنا ان شاء طبعا معانا بفضل الله. احنا ما بنعملش حاجه وحشه، احنا كمصر في سياستها وتعاملها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم انا عايز اقول لكم على كل حال، يعني ده بيخلينا مطمئنين ان احنا ما بنأذيش حد، بنحاول نكون عامل خير وايجابي في كل تعاملاتنا. لما يبقى في مشكله بنحاول نحلها بهدوء وبصبر وبطولة البال. فشكرا، شكرا جزيلا.